التعاون مع الآخرين ومساعدة الناس، هل هي طبيعة بشرية نولد بها أم ثقافة نتربى عليها؟ الإجابة تأتينا من دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا وفريق دولي من الباحثين، وهدف الدراسة هو فك هذا اللغز. الباحثون حللوا 40 ساعة من تسجيلات الفيديو للحياة اليومية، شارك فيها أكثر من 350 شخصاً في مواقع مختلفة، ثقافياً، لغوياً وحتى جغرافياً، من أستراليا إلى أمريكا اللاتينية. وجدت النتائج يا فاطمة أن الناس يستجيبون لطلبات المساعدة اليومية البسيطة، مثل تمرير ملعقة في المطبخ أو حتى بمجرد النظر ورؤية شخص يعاني عند حمل ثقيل أو شيء ثقيل مثلا، أكثر مما يرفضونها، وفي المناسبات النادرة لرفض التعاون يشرحون الأسباب كذا. هذا يعني أن الميل للمساعدة محمد هي فطرتنا. الزميلة لميس إبراهيم معها التفاصيل أكثر حول كيف ينعكس سلوك المساعدة على سعادتنا. كيف يا لميس؟ صباح الخير. هلا صباح النور. صباح. المثل الصيني يقول: إذا كنت تريد السعادة لمدة ساعة خذ قيلولة، وإذا كنت تريد السعادة لمدة عام أورث ثروة، وإذا كنت تريد السعادة مدى الحياة ساعد شخصا ما. لكن لماذا نشعر بالتحسن عند العطاء؟ أظهرت الدراسات أن مساعدة الآخرين دون توقع شيء في المقابل تحفز مراكز المكافأة في الدماغ، كما تقلل من مشاعر التوتر. دراسة أخرى أجريت عام 2015 وجدت أن تأثير العطاء والتبرع للآخرين يعادل تأثير ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي على صحة القلب وخفض ضغط الدم. وبشكل عام ينصح أساتذة السعادة بالإبداع عند مساعدة الآخرين، حيث وجدوا أن التنويع في سبل العطاء والمساعدة يمنح الناس جرعة أكبر من السعادة عن الأشخاص الذين يقومون بنشاط روتيني واحد. أخيراً، المساعدة ليست مادية فقط، أفعال اللطف يمكن أن تكون بسيطة وعفوية، مثل مجاملة مظهر زميلك أو فتح الباب لشخص ما، أو فقط الاستماع لصديق يمر بوقت عصيب. على كل حال، سألنا الناس في السعودية: ما الذي قد يمنعك أحياناً من مساعدة شخص غريب طلب منك المساعدة؟ نتابع الإجابات. والله ما يمنعني شيء صراحة، أي شخص ممكن أقدر أساعده، إذا كنت أقدر أساعده فأساعده، كغريب قريب بالنسبة لي بساعده. أكيد ما راح تردد إني أساعد شخص، بس الشيء الوحيد اللي ممكن يمنعني الطلب، إذا كان شيء فوق يعني فوق استطاعتي ما راح أقدر أسوي. الصدق والله ما يمنعني شيء. إي والله على حسب، أحيان تكون مادية أحيان تكون أشياء، لكن إذا قدرت ما في مانع الصراحة، بالعكس هذا واجب. يعني إذا هو شخص يعني يستحق المساعدة أساعده، لأن المردود يرجع لي مع الأيام. عدم الثقة حاليا، ما عاد تثق بأحد على طول، يعني مهما كان تبقى تخاف من الناس، يعني ودك تسوي شيء بس ما تقدر. بالعكس ما في شيء يمنعنا أن نساعد الآخرين. أعتقد أن ما فيش حاجة تمنع أن أنا أساعده، بما أن طلب الحاجة بأسلوب كويس ومحترم. ما يمنعني شيء أبد، إن قدرت أساعد ساعدت. بالعكس ديننا يحثنا على أن نساعد الشخص اللي يطلب منه مساعدة، سواء عندنا في البلد أو غريب. وتنضم إلينا في الاستوديو الاستشارية النفسية والاجتماعية الدكتورة ياسمين الخالدي. أهلا وسهلا بك، صباح الخير. صباح الخيرات. كيف الحال؟ الحمد لله. اهلا فيك دكتوره، سعد صباحك. سعيدين بوجودك معنا. والله انا الاسعد. طيب. يا صباح الورد. مثل ما شفنا في الاستطلاعات قبل شويه، يعني البعض هو مبذول للاخرين لتقديم المساعده دائما وابدا. نعم. في ايا كانت يعني مناحي الحياه، ولكن البعض يعتبر بانه يعني هذه المساعده قد تورث الكثير من المشاكل. نعم. البعض يقول ان الطريق الى الجحيم محفوف بالنوايا الحسنه، تكون نيتك كويسه لتقديم. نعم. المساعدة، ولكن في آخر هذه المساعدة قد تجد الطريق مهلك وصعب جدا. نعم، لا شك لا ريب أنه أكثر الناس طلبا للمساعدة هم أكثرهم إلحافا، لذلك يجب أن نعرف أن الناس الذين أهل الكفاف والعفاف، الذين هم فعليا بحاجة إلى المساعدة، هنا وجب علينا أن نساعدهم ونمد يد العون لهؤلاء.
وإنما ولكن هناك فئة حقيقة لديهم مثلا الإمكانيات والقدرات والمعاش وكل شيء موفر لهم، ولكن امتهن هذه المهنة كمرض نفسي في داخلهم أو لغاية في نفس يعقوب، فيلجأ إلى طلب المساعدة، وهنا هو سيحرم غيره من فرصة تقديم المساعدة ويغطي، فيأخذ فكرة عامة أنه الجميع من يطلب المساعدة هو غير آهل. طيب دكتورة المساعدة، أنت قلتي كلمة مهمة، قلتي يجب علينا مساعدة اللي يحتاجوا المساعدة. نعم. لماذا يجب علينا؟ هل هو من باب إنساني أم من باب ثقافي؟ وأنا أسأل هنا دكتورة لأنه في بعض الثقافات ودول الخارج من دون أن نسميها نرى بأم عيننا أشخاص يحتاجون إلى المساعدة. نعم. والمرة يمرون من جانبهم من غير حتى أن يلتفتوا إليهم، بالتالي هل هي ثقافة أم خطوة إنسانية نتخذها؟ هي خطوة إنسانية، خطوة أخلاقية. نحن كعرب ومسلمين ومؤمنين يطبع علينا دائما ويغلب علينا طابع الرحمة والمحبة والعطف، لذلك أي متسول أو أي إنسان يعني يأتي إلينا يطلب مساعدة فنحن بدون أي تردد سوف نقوم بمساعدة احتسابا لأجل الله سبحانه وتعالى وتقديم المشاعر والدعم المادي والنفسي. ولكن هل هناك كل إنسان هو بحاجة إلى هذا المساعدة أو يستحق هذه المساعدة؟ بالطبع لا. طيب هذا هو السؤال، يعني أحيانا في بعض جوانب الحياة مثلا الجوانب المادية قد يتردد الشخص إنه هذا الشخص يستحق أم هذا لا يستحق وما إلى ذلك، لكن هنالك جوانب أخرى. نعم. مثلا الجوانب المتعلقة بطلب النجدة، طلب المساعدة، كبار السن، أصحاب الحاجات. نعم. الخاصة، يعني هؤلاء يحتاجون إلى مساعدة بشكل سريع وبلا تردد وبلا تفكير. نعم، نعم. لكن فيما يتعلق بالمساعدات المادية. نعم. بشكل أكثر تدقيق يعني. نعم. هذه يؤخذ منها ويرد أكيد، ولذلك يجب أن التحري التدقيق والتحري عن هذا الإنسان، هل هو بحاجة للمساعدة؟ سوف تسألني كيف التحري، ولا هناك يمتهنون هذه المهنة الحقيقة. صحيح. وهناك يمكن سمعنا في كثير من القضايا والحوادث أنه يكون متسول وعندما توفاه الله هو يملك شقة أو يملك عمارة أو يملك، هناك بعض من يعني لديهم أمراض نفسية هو قد تعود وغير الغايات سلوكي الأخرى مثل الإرهاب وما إلى ذلك. بالضبط، لذلك يجب على أهل الفضل من يعني الأغنياء والعلماء والدعاة. طيب السؤال الأخير دكتورة قبل أن ننتهي، للأسف وقتنا ضيق، يعني أصبح هناك خوف، صار في خوف لدى الناس الراغبين بفعل الخير أنهم ما هم عارفين، يعني أنا أخاف أساعده بعدين يطلع يعني غير كفؤ ولا بعدين يضرني ولا ما إلى ذلك، هذا الخوف كيف ممكن نتخطاه؟ ممكن نتخطاه لما أنا أعرف أنا إحنا في كل واحد في كل أسرة وفي كل مجتمع وفي كل جار هناك أكيد نعرف في ناس محتاجين فعلا للمساعدة، أنت تسمع وأيضا بدون كلام هناك شواهد تراها وتلمسها، هذا الإنسان فعلا محتاج. هناك فئة العاملين والموظفين اللي لديهم مسؤوليات دفع إيجار ومدارس، هؤلاء أولى بالمساعدة، ولكن هناك أشخاص مجهولين قد تقدري أن تلمسي أنهم هو محتاج، وفعلا عن طريق الفيس لانجوج ترى حتى الإنسان محتاج في كسرة في عينه أو في حتى تشوفين البشرة إذا كانت غير مرتاحة. صحيح. اليد خشنة، في أشياء كثير تدل والله صاروا يتقنوا كل شيء يا دكتورة. لا يعني حتى حرفية عالية صراحة، يعني أنا من يجي أحد يقول يطلب مساعدة ما أعرف أنا كأخصائية نفسي أشوف نظرة العين الفيس لانجوج، في ناس فعلا تحسين أنهم محتاجينهم بحاجة. لذلك دعوة لكل الأفراد والحكومات والمؤسسات توفير مراكز وهيئات لمساعدة ودعم المحتاجين. شكرا جزيلا. شكرا للاستشارية النفسية والاجتماعية دكتورة ياسمين الخالدي، شكرا على وجودك معنا. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.